صنعاء تحت القصف مجددا بعد أيام من الهدوء. ليلة عصيبة عاشها سكان المدينة وهم يعودون الانفجارات العنيفة التي كانت تهز معظم أحياء مدينتهم تقريبا. من النهدين جنوبا حيث يقع مقر الرئاسة الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي، إلى معسكر الحفاء الواقع على حافة جبل نقم ويحوي مخازن للأسلحة والذي استهدفته طائرات التحالف بثلاث غارات، فيما امتدت الغارات إلى مناطق شمال العاصمة حيث استهدف التحالف موقعا عسكريا بجوار مقر التلفزيون، بالإضافة إلى قاعدة الديلمي المقر الرئيسي للقوات الجوية والتي يسيطر عليها الحوثيون، وعددا آخر من المواقع العسكرية والحكومية التي تتخذها الميليشيا مراكز لتجمع قواتها أو تخزين السلاح. ولم تسلم المواقع المدنية من القصف، حيث تعرضت عمليات التحالف مؤخرا لانتقادات واسعة نتيجة لاستهدافها عددا من المواقع، من بينها مركز لإيواء المكفوفين كانت تتمركز فيه عناصر تابعة للميليشيا بحسب شهادات محلية. يأتي هذا التصعيد في غارات التحالف في الوقت الذي دعا فيه مجلس الأمن الدولي إلى استئناف وقف إطلاق النار، وحث الأطراف على الالتزام به بشكل مستدام والمشاركة في جولة جديدة من المحادثات من المقرر انطلاقها منتصف الشهر الجاري. وطلب أعضاء المجلس في ختام اجتماع مغلق لهم حول اليمن جميع الأطراف بالامتثال التزاماتهم تجاه تيسير وصول البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية والوقود للأغراض المدنية لجميع أنحاء اليمن، وخاصة تعز التي تحاصرها ميليشيا الحوثي والمخلوع منذ قرابة 9 أشهر.